رامي جمال المطرب الشاب كان ليه اغنيه نزلت في عيد الحب، والاغنيه عملت صدى كبير جدا وبقت ترند. اوكي، الاغنيه اسمها ما بتكبريش، والاغنيه عملت ردود فعل كبيره جدا، وهو اول من اهداها لزوجته. ودي برضو على فكره يعني من اللقطات اللي احنا ممكن نقف عندها، فكره الفنانين والسوشيال ميديا واعترافاتهم بالبوح للحب لزوجتهم. زمان كان الفنان على فكره ينكر زواجه او يخفيه او ما يبينهوش خوفا من المعجبات. دلوقتي بيعلنوا اساسا على السوشيال ميديا اول حاجه، يعني بيهدوه بلايك كمان بلايك الاول وكومنت، وبعدين يبقى في اهداءات للاهل. وبيعلنوا وبيهديه كمان رامي جمال لزوجته في عيد الحب، الناس كلها تجيب هدايا انما انت يتغنى لك، واهدى لها اغنيه ما بتكبريش. مش بس كده، كمان ده عمل صوره ليها باحد البرامج اللي بتعمل يعني تقديم في تكبر في السن، وبرده علق عليها ما بتكبريش. فدي كانت من الصور اللي وقفت عليها كتير جدا. ما بتكبريش طبعا احنا ده نقوله لكل زوجاتنا وكل اصدقائنا وكل السيدات اللي حوالينا. طبعا. خصوصا اللي فوق الأربعين على راي جابر الأرموط. في سيدات فوق الأربعين، انا ما وعيتش، انا عارف ان بعد الأربعين بيبقى ماينس على طول. طيب.